أخوات والإخوة الحضور الكريم. إنني جد سعيد الحضور معكم اليوم في هذا اللقاء، وفي واقع من التصفية الأخ نعمان يرى وقديم لنا كان عنده لقاء جهوي في المنطقة، لم أتردد للحضور معكم اليوم. أولا لأنه كما تعلمون حزب الاستقلال دائما كان بجانب الاتحاد العام الشغالي في كل المعارك التي يقودها. ثانيا نقول لكم بكل صراحة إن تحسكم تحت اللقاءات تحت التواصل سنتين مع الجائحة مع الأسف، ولكن اليوم الحمد لله ربي وقف معنا وعندنا الإمكانية باش نتلاقاو من جديد. ثالثا لأنه كذلك وحنا على أبواب عيد الفطر كان ضروري نكون معكم اليوم باش نقول لكم عيد الفطر مبارك إن شاء الله. في الواقع إذا كنت معكم اليوم كذلك وهو باش نشارك لكم في هذا العيد المهم، عيد الشغل. لنا تنعتبر بأن العيد هي الطبقة الشغيلة، ضروري أننا نعمل جميع من أجل الكرامة، من أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل تكافؤ الفرص، ومن أجل التعادل الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. وبالتالي كان ضروري كذلك نكون معكم اليوم، لأنه في هذا اللقاء فرصة باش اننا نحتفلوا جميع بانتصارات ديال الاتحاد العام الشغالي بقياده الاخ نعمان يارا. وكما قال الاخت بالخير، فاولا الاتحاد العام الشغالي حقق انجاز كبير وتاريخي في الاستحقاقات الماضيه، جاء هو الاول اول مره في قطاع خاص، فهنيئا الاتحاد العام هذا الانجاز الكبير. ثانيا اول مره عندنا فريق في مجلس مستشارين باسم الاتحاد العام الشغالي. ثالثا في اسم عندنا اول مره كاتب لام ديال النقابه الوطنيه والاتحاد العام الشغالي الذي يتراسه مجلس المستشارين. وكذلك بالنسبه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ثلث ديال الاعضاء اللي تيمثلوا النقابات غيكونوا من الاتحاد العام الشغالي. وكذلك هذا اللقاء فرصه كذلك باش نحتفل بجميع المكتسبات التي تحققت في الدوره الاولى من الحوار الاجتماعي من الحكومه التي نحن نشتغل في اطارها في اطار الاغلبيه الحكوميه مع النقابات اكثر تنزيليه. وبغيت ناكد لكم بان الاخ نعمان يارا والاتحاد العام الشغالي لعبوا دور اساسي في انجاح هذه الدوره الاولى من هذا الحوار الاجتماعي، بل اكثر من ذلك ما جاء في الدفتر المطلبي للاتحاد العام الشغالي هو ما وصلنا الى اتفاق في حوله والحمد لله. أنا بغيت نقول أيها الأخوات وأيها الإخوة بأنه اليوم يمكننا نعتبره بأن هذا النجاح في الواقع وهذه النتائج الحوار الاجتماعي هي مرحلة أولى، باقي إن شاء الله تكون مكاسب أخرى في إطار الحوار مع هذه الحكومة، فهو تأتي في إطار تصور دائما تدافع عليه حزب الاستقلال ولأكدناه في البرنامج الانتخابي ديالنا واللي دافعت عليه باش نجحنا في هذه الاستحقاقات الماضية في الانتخابات. دائما كنا تركزوا على جوج ديال الأهداف الأساسية. أولا حماية المواطنات والمواطنين، حماية القدرة الشرائية ديالهم، حمايتهم من الجشع ديال العديد من المضاربين، وكذلك الانصاف ديال المواطنات والمواطنين. هنا يمكن نقول لكم بان الحمد لله هذه النتائج الكبيره التي تحققت فهي تدخل في هذا الاطار. اسمح لي نرجع
كلكم بعض الامور اللي جات في هذا الاتفاق. الاخ النمامي راه يعطيكم معطيات اكثر دقه في هذا الاطار. اولا اليوم دائما حزب الاستقلال كان يدافع على واحد الامر اساسي وهو مؤسسات الحوار الاجتماعي. الحكومه ديال الاستاذ عباس الفاسي كنا انطلقنا في هذه المؤسسه. اي كان عندنا لقاءات دوريه في شهر فبراير تتنطلق المفاوضات تتنتهي في شهر افريل باش فاتح ماي نعطيو النتائج اللي تحققت في هذا الاطار. وكذلك في شهر شتنبير تتنطلق مره اخرى المباحثات. وكنا في شهر اكتوبر مع قانون الماليه تتكون النتائج اللي هي مرتفعه زياده الاجور الى اخره. ومعلوم مع عقلين 26 افريل 2011 وقع التوقيع على اكبر اتفاقيه ديال الحوار الاجتماعي اللي كانت فيها مكاسب كبيره بالنسبه للمواطنين والمواطنات من زياده في الاجور من كذلك تقليص الضريبه على الدخل الى اخره من النتائج المهمه اللي كانت تحققت. واليوم الحمد لله بفضل مجهود كبير اللي دارت النقابه ديالنا الاتحاد العام الشغالين بحول الحوار الاجتماعي في هذه المؤسسه اللي كان حلم بالنسبه الينا اصبح حقيقه. اي انه اليوم كاين واحد الميثاق وطني ديال الحوار الاجتماعي اللي تم التوقيع عليه. واليوم انه غيكون كذلك التاطير ديال هذا الحوار الاجتماعي باش الحوار الاجتماعي يكون دائم. وكيفما كانت الحكومه اللي غتجي في المستقبل فهذا الحوار الاجتماعي غيكون مستمر. وما يكون الهدف الحوار ماشي اننا نتلاقاو كحكومه وكنقابات وكاتحاد عام لمقاولات المغرب، بل اننا نوصلوا المكاسب ونوصلوا التفاوضات ونوصلوا النتائج بالنسبه للشعيله. ثانيا بالنسبه لحمايه ديال القدره الشرائيه ديال المواطنين، في الواقع هنا ممكن نقول لكم بان انتم عارفين الظرفيه اللي تنمروا منها. كانت جائحه واللي خلقات واحد احتقان اجتماعي في بلادنا، وكملت الحرب اللي كاينه في اوكرانيا اللي ادت الى زيادات كبيره في الاسعار ديال العديد من المواد الاساسيه ومواد البناء الى اخره. وبالتالي الحكومه دارت واحد المجهود بحكم اننا في الاغلبيه وكحزب استقلال يمكننا الا ندافعوا على القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين ديال الطبقات الشغيله وديال الطبقات المتوسطه. وبالتالي قمنا بعده امور باش انه الاسعار بالنسبه للمواد الاساسيه ما تعرفش واحد ارتفاع كبير. وفضل مجهودات قمنا بها في هذا المجال فسعر الخبز اللي هو بقى اليوم مستقر بدرهم و20 او درهم و10 فهو كان غيوصل درهم و80 لولا تدخل الحكومه. سعر ديال البوطه اللي تنشريو اليوم 42 درهم كان يوصل 143 درهم لولا تدخل الحكومه. كذلك سعر السكر اللي تنشريو ب 5 درهم ونص كان غيوصل 7 درهم ونص 8 درهم لولا التدخل ديال الحكومه. بل اكثر من ذلك الفاتوره ديال الماء والكهرباء بحكم ان السعر اللي تنديرو به الكهرباء ارتفع 4 مرات كانت فاتوره الكهرباء غترتفع 3 مرات. اللي تنخلصو 300 درهم في الكهرباء في الفاتوره الكهرباء كانت غتوصل 900 درهم. ولكن خلينا في 300 درهم لان تندافعوا على القدره الشرائيه ديالكم وديال مواطنات المواطنين. واليوم خصنا نعرفوا كذلك بان رغم هذه المجهودات الكبيره اللي دارت كاين زياده في الاسعار. المواطنين تقهروا والمواطنين مصداتهم من العظم. وبالتالي اعتبرنا بان اليوم رغم المجهودات اللي بدلنا فهادشي غير كافي. كان ضروري اننا كذلك نحسدوا الدخل ديال المواطنات والمواطنين، وهذا اللي داروا الاخوان ديالنا في الاتحاد العام الشغالين ندافعوا عليه باستماته في اطار الحوار الاجتماعي، وتفاعلت ايجابيا الحكومه معاه مع السيد رئيس الحكومه. وبالتالي اليوم كنا نعتبروا بان زياده على المجهودات اللي بدلنا باش الاسعار تبقى في واحد المستوى، فكان كذلك ارتفاع في الاجور بالنسبة للسميك سماك اللي وقع ارتفاع ديالو من 10%، أي أنها غتوصل 3 درهم إن شاء الله السنة المقبلة. وكذلك بالنسبة للسميك وبالنسبة للوظيفة العمومية، أي الحد الأدنى للأجور ارتفع من 3000 درهم إلى 3500 درهم. ولكن حنا اعتبرنا كذلك وهنا جلسوا كذلك النقابات، كنشكر الأخ نعمة والجهود اللي بدو، وهو حنا في الاستقلال عقلوا. لدينا برنامج انتخابي لنا
قلنا وعدنا بان اول قانون مالي غنديرو غنخدم ضريبه على الدخل بالنسبه للطبقات المتوسطه والطبقات الضعيفه. وكاين اليوم كاين ناكد لكم بان قانون مالي المقبل ان شاء الله اللي غنشتغلوا عليه بفضل الاتفاق اللي كان في اطار الحوار الاجتماعي غنخدم ضريبه على الدخل ونحسنوا الدخل ديال المواطنين والمواطنات كلهم. ولكن هذه الامور كلها زياده للزود اللي غنديروا للنفع العام الجديد مجلس المنافسه باش نضربوا في ايدي المضاربين باش تكون منافسه شريفه في بلادنا. اخيرا بغيت نقول كذلك اكسار اننا تنعتبروا بان اليوم من الضروري كذلك اننا نصبوا تعليم المواطنات والمواطنين والشغيله ديالنا. وانا تنعتبر بان الانجاز اللي تحقق في اطار الحوار الاجتماعي كان نسب كبير وهو انه تخفيض ديال عدد الايام باش يوصل الواحد باش يكون عنده تقاعد. اليوم الى اليوم الحمد لله حققنا هذا الهدف لان كان العديد من الناس بقاو يشتغلوا ولكن ما عندهمش حق التقاعد. اليوم خذ هذا المجهود الكبير اللي داه اليوم اللي يخدم واحد 4 سنين ديال الايام العمل فهو غيكون عنده حق التقاعد وهذا نسب كبير. اخيرا بغيت نقول لكم كذلك الناس الجهودات اللي تنبذلوا تنبذلوا كذلك باش نحققوا فرص الشغل. في الامور اللي درناها من غير امور احنا الهدف ديالنا هو مناصب الشغل ضاره. وانا يمكن نقول لكم في اطار العمل على تحويل الواردات للانتاج الوطني اليوم يمكن نقول لكم غنخلق 200,000 فرصه شغل داخل الصناعات الذاتيه. وهذا كذلك هدف ضروري ان شاء الله زياده للجهودات الدوله في اطار تحريك الحركه الاقتصاديه من خلال الاوراق الكبرى ومن خلال كذلك الاشغال العموميه وما نقوم به في الاطار. اخيرا اللي باغي نقول الاخوات والاخوه وهو ان حزب استقلال والقياده الاستقلال كلها وكل مناضلات ومناضلي حزب استقلال فهما يظلون بجانب الاتحاد العام شغالين لخدمة المواطنات والمواطنين لضمان عدالة اجتماعية لتخريج الفوارق الاجتماعية لتخريج الفوارق الجوية لكذلك العمل على ضمان الارتقاء الاجتماعي لكل شاب وشابة في هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.